بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على أمة المسلمين أجمعين. مربين السلاحف في البيت أو اللي أول مرة تربى سلاحف، في ملحوظة مهمة جدا جدا، إن لازم السلحف الجديد يتعزل لوحده حوالي 15 يوم في كرتونة لوحده. لو أنت عندك أصلا سلاحف في البيت فما ينفعش أدخل عليهم سلحف جديد قبل موضوع العزل دوت، مهم جدا جدا جدا. لازم عشان نتأكد إن السلحف دوت خالي من الديدان وسليم تماما ومعافى قبل ما نحطه مع السلاحف التانيين. طبعا عارفين ان شرط اساسي بالنسبه لنا ان السلاحف تكون موجوده في مكان معزول عن البيت، يعني بلكونه او سطح، واهم حاجه ان يكون المكان دوت بيوصل له الشمس. طيب السلحف اللي هحطه في الكرتونه دوت هيكون ايه الشكل بتاعها او المساحه؟ الحجم بتاع الكرتونه مش مهم قوي، لكن مهم بالنسبه لي ان يكون الكرتونه ديت مفروشه ورق ابيض زي ما انتم شايفين كده، او ورق كراريس، عشان لما يكون في اي تبرز من السلحف سوري او الحمام، يعني عموما لازم عشان اقدر افحصه. بحط له برده الاكل بتاعه على قطعة سيراميك صغيرة مقلوبة. احنا عارفين قطعة السيراميك الصغيرة المقلوبة دي او حسب كمية السلاحف وكمية الاكل، السيراميك المقلوبة مهمة جدا جدا عشان بتبرد المنقار بتاع السلحفة، ما تخليش السلحفة يبقى عندها منقار هيخليها ما تعرفش تاكل كويس. تغيير الورقة بيكون كل يوم، مش لازم استنى لما السلحفة تعمل حمام، تغيير الورقة بيكون كل يوم. ضروري 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 عزل السلاحف، حتى لو انا عندي اكتر من سلحفة جم في وقت واحد لازم هعزل كل واحدة لوحدها. معظم الناس اللي بتعارض سلاحف للتبدي بيكون سبب ان هي عيانة ومش قادرة تتعامل معها، فخدي بالك من الموضوع دوت. ومعظم برضو التجار بيبيعوا السلاحف فعليا بتكون تعبانة، ما بيكونش واضح عليهم، وللأسف الناس بتجيب السلاحف علشان الولاد يلعبوا بيهم مش عارفة ايه، لكن هي بيئتها السليمة مش ابدا ابدا ان هي تكون موجودة في الشقة. خد بالكم ان الشعر اللي بيكون على السجاجيد والاكل الفتافيت الاكل وكده، الحاجات دي زي ما هو واضح كده في الصورة ديت، انا كان عجالي سلحفتين اتنين تبني في وقت واحد والاتنين كانوا عيانين، فعملت لهم زي فندق كده دورين اتنين فوق بعض، كل سلحفة لوحدها مفروش لها ورق، محطوط لها الاكل بتاعها، بحيث ان مفيش واحدة اعرف افحصها والتانية لا، لان لو حصل هما الاتنين اي نعم جايين جداد، بس لازم كل واحدة تبقى لوحدها، لان كل نوع من انواع الديدان بيكون مختلف عن النوع التاني، فبالتالي لازم ابقى عارفاها كويس. في الفتره بتاعه ان السلاحف تكون معزوله، افضل حاجه بنقدمها لها هي الورق المجفف، الورقيات المجففه تكون نسبتها اكتر بكتير من الورق او الورقيات الفريش او الخضروات الفريش اللي بنقدمها لها. ممكن انواع كتيره جدا جدا من الورقيات السلاحف بتاكلها، الملوخيه وموجوده دلوقتي في الصيف كتيره جدا، الجرجير، الكزبره والشبت، الورق بتاع البنجر، ورق العنب لو باقي، يعني ما اعتقدش ان باقي دلوقتي في فريش خالص في السوق، برضو الورق بتاع اشجار التوت، الحاجات دي كلها بتتغسل كويس بميه وخل، ممكن تتعلق بالشكل دوت اللي انتم شايفينه، او تتحط في مصفى بلاستيك او في الغربال سلك وتتساب شويه كده في مكان ظل، بس يكون متهوي يعني مدوبك بس واصل له النور بتاع الشمس لغايه ما تنشف. وبعد كده بنجمعها في كيس ورق زي الاكياس بتاعه ابو عوف دي او اي اكياس ورقيه، وبنخلي نحتفظ بيها علشان ندي منها للسلاحف على طول. طب في ناس بتشتكي ان السلاحف مش بتحب تاكل اكل مجفف، في الحالة ديت بحط الاكل الفريش بتاعي وبفرك الاكل المجفف زي ما انتم شايفين كده، انا فرقاه فوق الاكل الفريش فبياكل منه يا رب وصحة وهنا. الفترة بتاعت علاج السلاحف وعزلها لما بنيجي بس عشان نديها جرعة العلاج بتاعتها، بنطلعها بره الكرتونة عشان تاخد الجرعة بتاعت العلاج بتاعتها. طبعا العلاج بيكون بالحقنة اللي هي بتاعت الكانونة اللي ما فيهاش سن حديد، دي بيكون السن بتاعها بلاستيك، اول ما بتفتح بقها للاكل بندخله لها كده وبنديها الجرعة بتاعتها. السلام عليكم ورحمة الله.